تجددت التهطلات المطرية على مدينة سيلي بابي ومناطق من ولاية جيديماغا في وقت تستمر جهود تأهيل الجسور وفتح الطرق، فيما يطالب السكان السلطات المعنية بتعزيز هذه الجهود. تدريجيا تخرج سيلي بابي من دائرة الخطر، وإن تزامنت محاولات تضميد الجراح مع مفاجآت مناخية في الأفق، يخشى في أي وقت من أن تزيد الطين بلة. أمطار الخميس زادت منسوب المياه فيما بين الأزقة وعمقت من معاناة بيوت مهجورة إلا من برك مياه آسنة. جزاهم خير إن شاء الله اللي جاوا وشافوا الحال الواقع أنه من البارح والأسبوع الماضي اللي مازال هنا حالا مهددنا من السيد ماشي، ونبقوا الدولة تعاوننا شوي وتساعد هذ المواطنين اللي طاحوا ديارنا وطاحنا ما بقى لنا شيء حالا ما أنا مستراحين. المياه القادمة من السفوح تتدفق شلالات تحت هذه الجسور كلما زادت التهاطلات المطرية، ما يثير قلق الأهالي رغم عمليات الترميم المتواصلة. فهذه أكبر محطة عبور على مشارف سيلي بابي تخضع لعملية إعادة تأهيل متواصلة. طريق جرير سالم، طريق نظرا كانت عاد أصبحت انسيابية، طريق عاد موخوضة ما شاء الله ما فيه مشكلة. صبرنا في عراقيل الحمد لله، مثلا تقلبنا عليك العراقيل لا في الحمد لله مشكلة ذكية. من برحة الأولى نحن كنا هون عدلوا شغلة سالة خاسر له شي كان مقطوع 20 متر سير 6 متر قرفناها من يامس ومازال صحاب يجي يغير بعد ما نباخل شي باش نعدلوا فلوديتي ترافيك ناس عاد يأخذوا ما كان يأخذوا طريق كان مقطوع كاربا غير بعد ورك ما شاء الله عدلنا بعد سيف لين طريق عاد ماشي. تمتص هذه الأرض بسرعة مياه الأمطار، لكن استمرار التساقطات من شأنه بحسب الخبراء أن يؤجل من تجفيف بعض المساحات وسط المدينة، ما يتطلب رفع جهود الحماية والصيانة أكثر. الإضطرابات المناخية في هذا الموسم تربك جهود الإغاثة، كما تربك أيضا عودة المياه إلى مجاريها الطبيعية، ففي كل يوم تجعل التساقطات المطرية من المدينة مدينة شبه منكوبة رغم زوال الخطر المتعلق بالوفيات وبدمار المنازل، لكن يبقى القلق من حصول فيضانات أخرى قائما. سعيد والحبيب للموريتانية من فوق أحد جسور سيلي بابي. لتسليط الضوء أكثر على هذه القافلة وهذه الكارثة التي حصلت قبل أيام في سيلي بابي، والتي نتمنى للأهالي في سيلي بابي كل بإذن الله العافية بعدها بإذن الله، نسلط الضوء على القافلة التي ستستهدف سيلي بابي في الأيام القادمة. ونستضيف لكم الليلة السيد محمد المويمو وهو مدير الإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية. مرحبا بكم سيد المدير. بداية أهداف هذه القافلة وما هي المناطق المستهدفة في الولاية؟ أولا قبل الكلام عن القافلة نختار طول نرجع شوية، لأن إحنا منذ أسبوعين والله ثلاثة كنا أولا قاع الخوف كان من قلة الأمطار كيف تعرفوا، وكانت ثم إجراءات وتعليمات من السلطات العليا لقطاع الداخلية ب تفعيل اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير الطوارئ، ومنذ أسبوعين بدأت اللجنة فعلا تعمل مع اللجان الجهوية وواكبت جميع الطوارئ اللي خرقت واللي ياسر منها ما علم به الناس، ناس علمت لها بقديماقة، لكن سبب قديماقة كان فهم قدر من الأمور اللي كانت الخلية على مستوى وزارة الداخلية ليلة نهار متابعتها، والوزير معاها في تعليمات من فخامة الرئيس والاتصال بين الناس كاملة والولايات فيما يتعلق بأي شيء انشاف يسوى على مستوى بنى تحتية، يسوى مستوى منازل، يسوى على مستوى خاصة المنهجية كانت هو الوقاية أولا، شو قد يعدل قبله
من الامطار تجي الامطار، ولكن بعد الامطار نعم معدل المواطنين نعم راوا ما حدث في مدينه سيدي بابي في ولايه قديماغا ولم يروا التدخل، كان سريعا من قبل السلطات، كان سريعا جدا. ولكن قبل ذلك في اولويات بالنسبه للمهمه المنهجيه، هو اولا فك العزله، لانك ما تقدر تجي امدادات ما هو انت تعود الطرق خارجه. الطريق الاول خسر لنا طريق العيون، طريق الامل، وهذا ما اكلم عنه، كان اكثر قضيه دماغه، وهو كانت عنه حكما احنا خاط قريب من 1000 سياره كانت محجب. اذا الاخر النهار النهار من قد كانت في الفرق وعدل ذلك. بالنسبه ربما التاخير جاء منا نحن كربما مؤسسات اعلاميه، ما كانت لم نواكب أيوة الحدث. أيوة انتظرنا حتى وصول الوزير والوفد المرافق له الرسمي. ربما نعتذر للمواطن لو كانت الخطأ منا نحن كتلفزة رسمية. تفضل سيد الوزير. إذن كانت فن منهجية. أولا كل ما يتعلق بهك العزلة، لأن ما يمكن أنك تساعدي تدخل، ما يمكن إلا كانت مهم عزلة قبل فك العزلة. قبل فك العزلة هذا هو اللي عدل على مستوى طريق الأمل، وهذا هو اللي عدل على مستوى طريق النعمة ومرج، هذا ما علم حد به مقطع التيشطاي، هذا عدل بين العيون، كان بين بيض سلمة ودويرارة، وهذا الناس تعرفه، وهذا عدل فورا به اللي كانت فم الفرق، وهي الفرق هم اللي بقات في ذيك المنطقة، الآليات من وزارة التجهيز بقات فم للتدخل عند الحاجة والترميم المناطق اللي على الطريق اللي تقد تتدهور في أمطار مقبلة. أيضا بالنسبة للآليات دخلت أيضا على مستوى الطينطان، وهذا ما معلوم به، لأن الطينطان جات 100 مليمتر للمنطقة هوغو، أصلا تكب عليه الماء، وجات 100 متر أيضا التام شكط منطقة تكب على مناطق أخرى، وخلق ترميم للحواجز لوقاية منطقة المرفق قرية فم، هذا ما نعلم به. والطينطان جاء تدخل أيضا بالآليات لتدعيم الجسر، جسر الطينطان اللي تملاه تامورة اللي قالها دنبريك، وهذا ما نعلم به، وهذا عدل. جاء عقب ذاك طبعا جا قديماغا، وقديماغا جاء ملي بطريقة في الحقيقة قديماغا أولا تضاريسه هو مواطنين فهم أصلا كانوا مثلا مزارعين ويبنوا حدا المزرعة، وهو عبارة عن وديان وبتنات عليهم المدينة، وهذا الوديان كانوا دائما يسيلوا، وبل هذه المسائل عاد فيه تحضر الناس بنات في المناطق المنحدره، وقفلت المجاري المياه، والماء بل من جرى يتم لا يرجع له. وجاءت كميات من المطر في 24 ساعه 270 مليمتر. ولايه قديماغا اصلا سنويا، ومتى تم التدخل من قبل السلطات؟ غير سنويا جهه 600، وهي جاتها في 24 ساعة جاها نصف ما يجيها في السنة تامة، وهي لا شيء من السهول وشيء من إذا مجاري المياه انخلعت الناس به اللي خلق أكثر ناس كاملة مثلا حتى السلطات، لأنه ما هو شيء معقول، ما هو شيء كان متوقع، لأن الجسر هو نفسه ثلث ماطر الفوق، والسيل جا فوقه هو مولي ماطرين والله ذاك، بحيث أن الواد كامل الولايات اللي وراءه قاع في للأسف يا غير في ذاك الوضع هو اللي كون تهويل للقضيه للمواطنين وللسلطات. وطبعا هذا مؤسف ان خلقوا ضحايا في هذا المجال، هم يوخذوا يعقب يمشي بهم السيل على مستوى هو ولكن هذا بعد ساعتين والله ثلاثه، وحنا كنا خايفين كاملين، مشى هذا كامل وعادت البطحه. إذن هذه وضعية مثلاً ما كان هو احنا كنا متخوفين من الواقع، إذن التدخل خلق حالاً في مسألة أولية هي ترميم الجسر اللي عند جار سالم، لأنه ما تلاقي قد حد يوصل لقديماغا، خسرت الطريق بين بين سيلي بابي وكيهيدي. التدخل الأول هو نجات آليات وصلحت الجسر، وبدأت بدأت حركة المرور للسيارات الخفيفة في الليل والشاحنات في النهار، وخلق تدخل، وجاءت البعثة الوزارية من تعليمات فخامة الرئيس على أنها تجي لسيلي بابي، وعلى أنها تقيم
الوضعيه وتجيب مساعدات للسكان المتضررين. طبعا اولا نهجي تعازي فخامه رئيس الجمهوريه لذوي الضحايا وعنها دي المساعدات للاسر المتضرره بناياتها وتتقيم الموضوع مع الهيئات الولايه المعنيه لجنه الولايه المكلفه بالطوارئ هي ايضا وتقبل ارائهم بما يمكن تعداله حالا وما يمكن تعداله في هم كسلطات متواجده لم يستطيعوا ان يقدموا اي شيء لاسر الضحايا حتى وصول الطاقم الاداري. لا نقول لك الولايه انا نحن في الوزاره كنا قضيه ازمه انا متواصل مع الوالي وطلع المكتب مع الصباح ومن مكتبه هو انقفلت الطريق عن المنزل وعن القريه من فوق لان كنت الواد مازال ماشي والسوق انقفل كل شيء انقفل هو انفسهم في الولايه ما كانوا قدوا يتحركوا والجيش معاهم وقوات الامن اللي معاهم ما قدرت توصلها فيه اللي كامل ما حرك فيه شيء اللي قدوا عدلوا هو انهم يعدلوا شريط امني وهذا هو اللي يلا على المنطقة اللي فيها السيول ياك ما يخلوا الناس توخل تهمها توخل تعبر وهذا كان مهم لأن اللي توفى كامل لا دائما أرواقيش هم يعبروا هذا هو العدل وعبئوا الناس لأنها ما توخل أنها توخل المنازل بعد السحاب هذا هو اللي مهم لأن دائما المباني يطيح وخاصة فهم قدر المباني الطين وهي قاعد اللي طاحت أساسا وعبئهم لأنهم ما أنهم يأخذوا بعض المنازل بعد 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 المطر وبدأوا مباشرة في إحصاء يعني ترى تعطي شيء الله بعد تحصيل مشاو هم يعزوا باسم فخامة رئيس الجمهورية هاي بعض الخطوات اللي عدلت يعزوا ذوي الضحايا من فهم جمعوا لجنة الأزمات وبدأوا يخرصوا المدينه يبدوا الحلول الاوليه وبدأوا الحلول الاوليه واحصاء المتضررين الى اخره لا جات اللجنه ولحقتهم فاتوا بدأوا العمل وواصلت ايضا اللجنه جيد عملها. مواصله لهذه التدخلات اللي قامت بها السلطات الموجوده في سيلي بابي والتي ايضا قامت بها اللجنه الوزاريه ما هي اهداف هذه القافله المقرره وما هي المناطق المستهدفه بها؟ طيب نختار نقول فقط كيف قلت لك ان الاعلام ياسر فيه نحن انا هنا اعتذر هذا عادي لا لكن خارج مسائل تعدل غير ما تسمعوا نختار نقولها لان ما علم بها رقاش هذا هو اللي قلت لك ما يتعلق بالعيون وما يتعلق بحواجز راهية ساحل حدثها مشكط وقدر من الامور اذا ذي القافله غرق نختار نقول عن البعثة الوزارية اللي مش فخامة الرئيس وجات واتصلت بالمواطنين وجات من منازلهم وشافت قضية المدينة وامورها كاملة ما يتعلق ب فصل السكان وما يتعلق بالمرافق العمومية اللي تأثرت به اللي احنا الأولوية كيف لك نديروها في عدة مسائل أولا قضية إنقاذ أرواح الناس المواطنين. ثم الفكر العزلة اللي ما يقدر يخرج ما هو بها ثم المصالح اللي خسر يعني ياسر من سحابة تخسر المياه وهذا تخلق مع الاركان العالم كيف توقف عن الماء اذا تدخلت المدن بالنسبه للمياه الكهرباء الصحه طبعا لان اللجنه الوزاريه تتكلم من عده وزارات كامله اللي يجب ان تتدخل في الموضوع هي في اللجنه الوزاريه هي اغلب وحالا 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 القطاعات كامله المعنيه كلها فات ما يتعلق بقطاعه الامور اللي لها تتطلبها الحاله في مناطق ما هات قاع شهدت ازمات فات عاد احياها ضرك مسائل تعاون في ذاك معناها مثلا الجيش الوطني وهذه هم اللي يلا طالوا روايه خاصه لان الجيش على مستوى قدماق على مستوى العيون والاول تحرك من العيون واعد الطينطان من السيل العاقر واعده وحضر العين وعدلت ترميم السد ثانيا وحداته كامله في حالة تأهب
وتنسيق مع رؤساء اللجان على مستوى الولايات اللي هم الولايات سلطات كامله، والتنسيق في ذلك تدخل كامل لاي منطقه والياتهم مسخرينها لهذا، وعلى مستوى المنطقه النهر عندهم زوارق جاهزه، وعندهم مثلا واحدين يبلونجو هذا وقدوا يهشوا الناس، عندهم مستشفى لا يعود على مستوى منطقة البراكنة لأنها هي المنطقة اللي قريب من البحر وفيها قدر من مثلا الملاريا، تعود منطقة ذيك المنطقة والأوبئة لا يتعود الجيش عندها مستشفى هذا المستشفى متنقل يعني ذا كامباني يقولوا له ولا يعود يعالج ذاك في الوقت اللي لها تعود وزاره الصحه مركزه على هذا باطل يعني فيها استراتيجيه في البلد ياك يعود كامل قريب من المناطق كل منطقه منطقه الشرق عندها فرق خاصه معدله لا الازمات جهزت وزاره الصحه لا تعود تمشي بين كيفه والنعمه والعيون الجيش داير المستشفى هذا على مستوى البراكنة ولا يمشي قد منطقة النهر إلى آخر ذلك ووزارة التجهيز دائرة آليات كيف قلت لك على مستوى خط كيهيدي سيلي بابي عند الحاجة تتدخل ورك لا ترمم دائرة واحدة أخرى على مستوى الشرق معناها تتدخل من عند كيف وما هو إذن المهم في الاستراتيجيه والمنهجيه الجديده اللي عند اللجنه الوزاريه وعند السلطات العليا عن التدخل يخلق منهجيه محكمه وتنسيق محكم، لان ما تقدر تخلق مردوديه في النشاطات اللي ما هي منسقه ولا هي مدروسه واستباق الامور الاحداث. احنا درك مثلا الى جات السحاب ريده معينه عندنا درك عندنا فتنا عدلنا عليها قدر من الامور يعاون في العلاج هات السحاب واذا هو الوقايه خير من العلاج. اذا قضيه الصحه روايه اساسيه في الخريف ايش قال؟ كثره الماء وذل الله يفض من الاوبئه بما فيه الملاريا وما فيه الاسهال وما فيه كاع ما هو فان الكوليرا، اذا هاي الامور كامله فات ودبر عليها والادويه اللي ما كانت ياسر لهي وهون عدت لها عدم تركيز اذا مشات قد ما قفات جاء الكميات الكافيه فيما يتعلق بـ 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 بالادويه الاوليه في هذه المجالات والخطه اللي قلت اللي تتعلق بـ 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 بالمساعدات باقي القوافل ماشي. اذا فيها كميات مثلا احنا فتنا عندنا احصاءات طبعا عدلوها السلطات على مستوى كديماقة نختار نقول عن انه ما هو لا سيلي بابي وحده لكن قلت لك سيلي بابي هو اللي وسائل الاتصال هو اللي الوضعيه يعني عاد الناس عالم لا سيلي بابي غير عندك سيلي هو كديماقة فيها ثلاث مقاطعات مقاطعه سيلي بابي مقاطعه وليانجا ومقاطعه قابو وكلتا هذه المقاطعات الثلاثه كلهم فيها اضرار والمساعدات جايه جايتهم كاملين وحكم فيهم كاد انه نفس عدد الاسر الاسر اللي ضرت وجايه الكميات جايه للمقاطعات الثلاثه الاسر اللي تم احصائها من طرف السلطات الاداريه والبلديه ونصام عددهم والمصالح المحليه. ربما سيدي بابي كانت فقط اكثر ربما للاسف كانت اكثر استهداف او للاسف كانت اكثر خسائر من الارواح ومن حتى المباني كما قلت. نعم في ثلاث وفيات واثنين منها في سيلي بابي واحد هو اللي ينجح واثنين هو قابو غير قال سيلي بابي لانها عاصمه الولايه. جيد اذا ما هي المده الزمنيه المحدده لهذه القافله؟ كيف قلت لك الخطه اول مساله فيها وهذا من اعلى مستوى احنا وزير الداخليه احنا درك ما نقزو هذنا لا واحدين واول اهميه فيها السرعه طبعا معناها احنا كيف تعرفي جينا ونام السيد الوزير اللجنه البعثه الوزاريه اللي من شبه خامه الرئيس جات اول نامس ولا جات وجمعها هي كميه جات معها كميه مشات كاع سابق هي وجات
وما شاء الله كميات تتراوح بين 50 طن من السكر و 65 طن من الأرز و 25 طن من بات أليمنتير هذا وحكمنا 500 خيمة لإيواء الناس اللي ماتت عندها ديار وماتت عندها ديارها طاحوا وفيها الأغطية وفيها ناموسيات يعني كيف قلت قبيل المنطقة منطقة النهر أصلا عندها يعني ناموسيات العدد الكافي من المشبعة هاي الكميات كاملة إن شاء الله عدنا عنها لا يتمشي من واكشوط إن شاء الله الليلة إضافة لذي الكميات اللي فات جات عند اللجنة الوزارية وشرفت البعثة الوزارية على انطلاقة عملية توزيعها الخيام والمواد الغذائية للأسر اللي ماتت عندها مباني اللي والمواد الغذائية الأسرة اللي تدرات بأسرة زهلة بعيد والله مبار والله 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 غمرت المياه منازلها إذن هاي المساعدات إن شاء الله ذاك اللي فات جا منها بدأ توزيعه وهذا اللي هي بدأ توزيعه ولا هم اللي بدأ توزيعه وفيهم اللي متابعة لتوزيع هاي الكميات بصفة شفافة وواضحة وعندها آلية للمتابعة والتدقيق بإذن الله. شكرا جزيلا لكم السيد محمد اللميمو مدير الإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية والمركزية، نتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا لكم، هذا في النهاية هو واجبكم وواجبنا كإعلام، ونعتذر للمشاهدين مرة أخرى في التأخر في نقل الأخبار الصحيحة من ولاية قديماغا ومن مدينة سيلبابي وكما ذكرتم قابو واللاينجا. شكرا جزيلا لكم سيد المدير على هذه التوضيحات ومن سيلي